الأكبر في المناقشات. الحين في اجتماع ثلاثي بين الدكتور حازم الببلاوي والفريق عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية صباح اليوم لمناقشة تطورات الأوضاع والتدابير الأمنية في المرحلة القادمة. الحقيقة أن مجلس الوزراء يعني قرر ثلاث حاجات مهمين بشأن مكافحة الإرهاب. أول حاجة إنشاء دوائر خاصة لسرعة إصدار الأحكام في قضايا الإرهاب وتحقيق العدالة الناجزة. يعني في دوائر قضائية خاصة للإصراع للفصل في قضايا الإرهاب والإصراع في تحقيق العدالة. رقم 2 من قرارات المجلس مراجعة قرار العفو الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسي خصوصا بمنح الجنسية لغير المصريين. رقم 3 سرعة إصدار قانون تنظيم حق التظاهر السلمي. دول ثلاث قرارات اتخذهم المجلس وافق عليهم النهارده. في قرار تاني طلع حضرتك اللي هو خاص بمنع اعضاء الجماعه جماعه الاخوان المسلمين من التصرف في الاصول والاموال المملوكه لهم. جلسه المجلس ناقشت تنفيذ الحكم. كان في حكم صدر من محكمه الامور المستعجله في 13 سبتمبر الماضي بشان حظر نشاط الجماعه. الحقيقه الاجتماع ناقش النهارده راجع انتهاء عملية الحصر للمقار والجمعيات والمؤسسات والمدارس الجامعة التابعة للجماعة واتخذ قرار منع أعضاء الجماعة بالفعل من التصرف في الأصول والأموال المملوكة له. نعم أستاذ ناصر، يعني فيما يخص تفويض الحكومة للشرطة بدخول الحرم الجامعي دون إذن حال الضرورة، في رأيك يعني أهمية هذا القرار وهل يمثل ذلك ردعا لشغب الجامعات؟ هذا جانب. وهناك أيضا جانب آخر، هل من الأفضل دخول الشرطة الحرم الجامعي أم عودة الحرس داخل الجامعة مرة أخرى؟ يعني هو الحقيقة ان الاجتماع النهاردة اكد على موضوع سبق ان وافق عليه مجلس الوزراء من قبل، وهو يجوز لرئيس الجامعة استدعاء الشرطة في حالة شعوره لضبط الامن وضبط العملية التعليمية، وهذا ما حدث اليوم في جامعة الازهر. ولكن الشرطة بتقوم بدورها ثم تعود الى خارج اسوار الجامعة، وهذا ما حدث اليوم. اعتقد ان مجلس الوزراء بموافقته النهارده هو تاكيد لموافقه سابقه اتخذ بها قرار سابقا في هذا الشان من حق رئيس الجامعه استدعاء الشرطه، ومن حق الشرطه اذا رات خطر على المنشات والارواح داخل الجامعه ان هي تدخل بعد استئذان النيابه العامه. واعتقد ان الشرطه بتنفذ هذا في معظم الجامعات وفقا للقانون. نعم أشكرك جزيل الشكر الأستاذ ناصر فياض نائب رئيس تحرير جريدة الوفد. أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة 5 متهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة لارتكابهم جرائم التجمهر واعتراض سيارة ترحيلات شرطية مخصصة لنقل وترحيل السجناء والمحبوسين على ذمة القضايا، وذلك في شهر أكتوبر الماضي بمنطقة مدينة نصر. من ناحية أخرى أمر النائب العام بفتح تحقيق فوري وموسع في شأن واقعة حرق العلم المصري بميدان التحرير أثناء إحياء الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود. على صعيد ذي صلة أمرت النيابة العامة بحبس 4 أشخاص احتياطيا لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية ومفرقعات في محيط ميدان التحرير في نفس اليوم. أكد محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة 50 لتعديل الدستور أن اللجنة أقرت بأغلبية أعضائها مادة لمكافحة الإرهاب وتكفيف منابعه وفقا لمعايير الأمم المتحدة. وأوضح سلماوي أن إقرار هذه المادة الجديدة جاء بعد 24 ساعة من الحادث الآثم في الشيخ زويد في سيناء، ويهدف لمعالجة أسباب هذه المشكلة من خلال نص صريح وواضح في الدستور. وأشار إلى أنه تم التوافق على جميع مواد الدستور والبلغ عددها 242 مادة ما عدا 20 مادة، وأنه سيتم إعادة طرح هذه المواد للحصول على توافق بشأنها قبل التصويت النهائي على الدستور. وللمزيد من الرصد والمتابعة والرأي والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد عبد الحافظ مدير تحرير الأخبار. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا.
أستاذ محمد، بداية يعني حتى الأمس كانت مواد الدستور 241 مادة، اليوم أضيفت مادة خاصة بمكافحة الإرهاب، كيف رصدت ذلك وهل سيتم إضافة مواد أخرى حتى الاتفاق على موعد الاستفتاء على الدستور؟ والله خليني أقول لك إن يعني إحنا مش هنعالج الإرهاب في مصر بمادة بوضع مادة مستحدثة أو تعديل مادة موجودة في الدستور. الإرهاب زي ما إحنا كلنا شايفين كل يوم بقى فيه قتلة، وكل يوم في حرق، وكل يوم في تدمير، وكل يوم في تعطيل. اللي بيقوموا بهذه الأفعال المشينة جماعة محظورة، جماعة احنا عارفينها، كل بيت في مصر دلوقتي أصبح له ثأر مع جماعة الإخوان المحظورة. المسألة مش مسألة مادة في الدستور، ولكن المسألة مسألة إنه الحكومة أصبحت تتعامل مع هذه الأحداث كرد فعل، وده لن يحل المأساة التي تعيشها مصر. هو على كل حال أستاذ محمد سيكون بالتأكيد هذا هو الغطاء الدستوري الذي سيلحق غطاء تشريع وقوانين أخرى، ولكن بصفة عامة يعني كيف رصدت الخلاف حول بعض مواد الدستور؟ ويعني حسبما يتوفر المعلومات هناك 20 مادة خلافية فقط حتى الآن من مجموع المواد البالغ 242 مادة. هو اللي تم لحد النهاردة، يعني النهاردة تم إقرار المواد الخاصة بالقوات المسلحة، ودي كان عليها خلاف خلال المناقشات منذ بدء مناقشات لجنة الخمسين، تم إقرارها النهاردة وتم اتخاذ يعني توافق عام على هذه المواد، وكان من أهمها المادة المتعلقة بتعيين وزير الدفاع، وأقرت المادة بحيث أنه يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وده لمدة دورتين رئاسيتين، يعني لمدة 8 سنين. والمادة دي يعني أصرت القوات المسلحة عليها، ولجنة الخمسين رأت أن يعني يتم الموافقة عليها حتى يتم إحكام أن هناك استقرار في المؤسسة العسكرية، لأن في دستور 2012 كان يريد جماعة الإخوان أن يستحوذوا على القوات المسلحة ويعينوا وزيرا للدفاع إخوانيا وتدخل المؤسسة العسكرية في السياسة، فهذه المادة تعطي استقرارا للمؤسسة العسكرية. المادة الثانية تتعلق ب محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، فتمت على سبيل الحصر لن يحاكم أمام المحاكم العسكرية، لن يحاكم محاكمة عسكرية إلا من ارتكب جرائم تتعلق تمس مباشرة القوات المسلحة، سواء منشآت أو أفراد أو وثائق، فتمت حصرها، ودي تلبية لرغبات ناس. طيب يعني بشكل عام، واسمح لي يعني اخيرا وسريعا اذا سمحت استاذ محمد، يعني في ضوء هذه الخلافات التي يعني هناك محاولات لانهائها، متى تتوقع الانتهاء من الدستور في الصوره التي يمكن ان يكون مؤهلا للاستفتاء عليه في الشهر القادم؟ هو يعني خلال يعني الاسبوع القادم، لانه يوم 3 ديسمبر ينتهي عمل لجنه الخمسين. فخلال الاسبوع اللي جاي لابد ان تنتهي جميع الخلافات، واعتقد ان هذه اللجنه اتسمت بميزه مهمه جدا، وهي الاستجابه والاستماع الى الراي الاخر والعوده الى ما يتم التوافق عليه، وهذا حدث في اكثر من ماده، واعتقد ان خلال هذا الاسبوع ستنتهي كافه الخلافات. ولكن يجب ان نتنبه جميعا ان هناك من يريد أن يعيق خريطة المستقبل عن طريق إعاقة الدستور، وعن طريق إثارة بلابل وإشاعات حول أن هناك مادة تقول كذا ومادة تقول كذا، وهذه كلها إشاعات الغرض منها هي وقف الدستور، وبالتالي وقف خريطة المستقبل. فيجب أن نتنبه جميعا لذلك. وصلت الصورة ورأي حضرتك، وبشكرك شكر جزيل أستاذ محمد عبد الحافظ، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم.
انتقد عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد العمال وممثل العمال بلجنة الخمسين لوضع الدستور إلغاء نسبة 50% للعمال والفلاحين بالمجالس النيابية. وكشف إبراهيم أن 17 عضوا بلجنة الخمسين صوتوا بالإبقاء على هذه النسبة مؤقتا، وأن 15 عضوا صوتوا بإلغائها نهائيا. وأكد رئيس اتحاد العمال على عدم تنازل العمال عن حقوقهم في التمثيل بالمجالس المنتخبة، مشيرا إلى أن الاتحاد سيجري اتصالات بالجهات المعنية وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية. أكد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية أن الموقف الدولي تجاه ثورة يونيو تحسن كثيرا، مشددا على ضرورة المضي في تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق ومن بينها وضع دستور جديد للبلاد. وفي حوار مع جريدة الشروق نشرته اليوم، قال منصور أنه يمارس كافة حقوقه الدستورية دون تدخل من أي جهة، مشيرا إلى أن منحه الكثير من الصلاحيات لرئيس الوزراء. ردا على دعوات المصالحة مع تنظيم الإخوان، قال منصور إن الشعب لن يتصالح مع كل من تورط في عنف أو حرض عليه، وثمن دور الجيش في منع انزلاق البلاد باتجاه حرب أهلية. وفيما يتعلق بعمل لجنة الخمسين لإعداد الدستور، أكد الرئيس على عدم تدخله في عمل اللجنة نهائيا ووجود أي نية لإقالة الحكومة أو تغييرها في الوقت الراهن. وفيما يتعلق بسد النهضة، قال إن السد أصبح أمرا واقعيا ومؤكدا في الوقت نفسه على عدم التفريط في الحقوق المائية للبلاد. وحول التقارب الذي تشهده العلاقات المصرية الروسية، أشار منصور إلى أن هذا التقارب لا يتم على حساب العلاقات مع الجانب الأمريكي. اتهم وزير الخارجية الأمريكي جون كاري الإخوان المسلمين بسرقة الثورة في مصر، وقال كاري في تصريح أدلى به في واشنطن